لحقتي لقاءات تشاورية في مجموعة من المقاطعات، اشني اشني الميزة اللي تتميز مقاطعة الفيلة على باقي المقاطعات؟ قالوا لي زاوية هذه هي الميزة. فبالفعل جد سعيدة بالتواجد ديالي اليوم بمقاطعة الفيدة. طبعا تم نقاش ولقاء تشاوري من ناحية برنامج العمل اللي كيطمحوا له الساكنة في غضون السنوات المقبلة إن شاء الله. تم مناقشة يعني بقلب مفتوح من طرف جميع الأعضاء اللي عبروا على الغيرة ديالهم على المنطقة، و يعني والمشاريع اللي كيقترحوها اليوم مشاريع جد مهمة جد مهيكلة للمنطقة، وهذه وعود طبعا اللي غادي تنزل في برنامج العمل إن شاء الله ديال مجلس مدينة الدار البيضاء، لكي نتمكن إن شاء الله يعني بالمباشرة ديال هاد الأشغال ديال هاد الأعمال في غضون منتصف إن شاء الله ولا بداية السنة المقبلة. غادي يكون غتكون توضعت واحد البرمجة واحد القيمة المالية اللي غادي تخلي على أن الفيدة تعرف مجموعة المشاريع. طبعا هناك مشاريع القرب، هناك مساحات خضراء اللي طالبوا بها، مركبات ثقافية، صيانة المركبات، ملاعب القرب للساكنة، وفي ظل هذا الشيء كله كيبقى مجلس المدينة عنده مشاريع كبرى وعنده واحد يعني واحد الاستحقاقات المالية اللي هي كتدخل في النفقات الإجبارية ديال المجلس. في غضم هذا الشيء كله إن شاء الله يكون خير لساكنة مدينة الدار البيضاء، لأننا نشتغل كفريق واحد سواء منتخبون ديال المنطقة ولا أعضاء مجلس المدينة. فالغرض اليوم من هذه اللقاءات هو الاستماع لهم، وهو أيضا الوقوف على بعض الأشياء الآنية التي كطريقهم واللي بغاو يخرجوها كمشاريع. تكلموا على الشباب، تكلموا على النساء، تكلموا على أشخاص في وضعية إعاقة، تكلموا على أطفال الشوارع، تكلموا يعني خلوا أن الجانب الاجتماعي هو اللي طغى على الاجتماع. أيضا الجانب الثقافي جد مهم، واليوم بغينا على ان منطقه الفيده تعرف واحد النماء من الجانب الثقافي. ايضا تسويه الوضعيه العقاريه لمجموعه ديال الاسواق واللي هي معروفه واسواق تاريخيه بمدينه الدار البيضاء، والحمد لله هذا الملف ايضا حتى هو عرف واحد تقدم جد كبير، وان شاء الله الوضعيه القانونيه ديال جميع مرتفقي هاد الاسواق ولا الناس اللي كيشتغلوا داخل هاد المحلات التجاريه غادي تسولهم الوضعيه القانونيه ديالهم. طبعا هذا الشيء فيه خير لا لهم ولا للمجلس، لان غادي يكون واحد المداخل مهمه لمجلس مدينه الدار البيضاء.